ازيك يا وجهات، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هناخد الدرس 92. الدرس ده بيتكلم برضو على عملية الطرح. هنكمل بقى الطرح بكل أشكاله، وهناخد الطرح بالاستلاف. فهنا في حاجة بيربط لنا في الدرس ده، اللي هي خط الأعداد. انتوا لو فاكرين أخدنا خط الأعداد قبل كده، اللي هو كان في درس التقريب، وأخدنا اللي هو بس خط الأعداد كان آخره لغاية 10، لكن هنا خط الأعداد كبر معانا شوية، فوصل هنا معانا من 0 لغاية 20. وهنشوف يا ترى خط الأعداد ده هو كاتبه ليه، وإيه فايدته في عملية الطرح. أول حاجة عندنا 17 ناقص 5 هيساوي كام؟ هو بيقول لي في الدرس هنا أنا مش هطرح اللي هو 7 ناقص 5، لا مش هشتغل بالكلام ده دلوقتي، هنشتغل على خط الأعداد. إزاي؟ يعني أنا مثلا 17، يبقى أنا هاجي عند رقم 17 وأقف كده. انا عند رقم 17 اهو، قال لي هاخد منها كام؟ هاخد منها 5، يعني هرجع لورا كام خطوه؟ هرجع 5 خطوات. يبقى هعد معايا على خط الاعداد 5 خطوات، ادي 1 2 3 4 5. وقفت عند مين انا؟ وقفت عند رقم 12، يبقى الناتج اللي عندي هو 12. تمام، نيجي للي بعدها. هنا الرقم البداية رقم 5 15، هنيجي عند رقم 15 ونقف بقى عند رقم 15. هنا اهو انا وقفت عند 15. طيب قال لي هناخد منها كام؟ يعني هنرجع كام خطوة؟ هنرجع 9 خطوات. طيب نرجع كده 9 خطوات نشوف هنقف عند رقم كام. 15 نرجع منها 9، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ايه ده، انا وقفت هنا عند 6. طب يبقى كده الناتج بتاعي كام؟ الناتج 6. يبقى 15 ناقص 9 هيساوي 6. نيجي لرقم 3. رقم 3 بيقول لي البداية ان هو كان عند 18، وهياخد منها 12، يعني هيرجع 12 خطوة. يبقى نقف عند مين؟ عند 18 ونرجع 12. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، برضو واقف عند 6. يبقى 18 ناخد منها 12، هتبقى معايا 6. رقم 4 بيقول لي هنا الرقم البداية يعني 17، يبقى نقف عند رقم 17. طب هرجع كم خطوة معايا؟ 8 خطوات. يبقى نيجي من عند 17 نرجع 8، نرجع يعني نرجع لورا، الأرقام تقل. يبقى هنا بعد 17، يعني قبلها على طول مش بعدها، قبل 17 16. يبقى نرجع دي خطوة 2 3 4 5 6 7 8. ايه ده، هو عايز 8، خلاص انا خدت 8 من 17، هتبقى معايا 9. واجي هنا واحط رقم 9. يبقى الخط ده اسمه خط الأعداد، خط الأعداد من 0 لغاية 20. أنا هسيب لكم المسألة رقم 5 ورقم 6، هتشتغلوا عليها زي اللي أنا عملته كده بالظبط، ونرجع عدد الخطوات اللي هو الرقم الثاني. يعني مثلا مش هقول له 9 أرجع 16، لا، الرقم الأول هو اللي أنا هبدأ عنده وأبقى واقفة عنده، وأرجع عدد الخطوات اللي هو الرقم الثاني. رقم 5 ورقم 6 هتحلوهم وترجعوا بنفس الخطوات اللي مكتوبة هنا. طيب نيجي لخط الأعداد الثاني. هنا خط الأعداد الثاني بدأ من 20، بدأ من البداية اللي انتهى بيها الخط الأول، يعني عندي 20 فضل ماشي لغاية 40، يعني بيكبر للأرقام، بيوريني إن أنا لو عندي أرقام كبيرة برضو هينفع إن أنا أستخدم خط الأعداد معايا. يعني 38 هاخد منها 15، يعني هرجع كام خطوة؟ 15 خطوة. طب أنا هبقى واقف فين؟ عند 38. نرجع 15 خطوة ونشوف احنا هنقف عند رقم كام. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. وقفنا عند الرقم 23. يبقى الناتج اللي هيطلع لي هنا 23. كده الناتج صح ولا غلط؟ احنا عايزين نتأكد هو اللي احنا بنمشي بيه ده صح ولا غلط. هنحسبها، يبقى 8 ناخد منها 5، يبقى كام؟
3، عشان بعد الخمسة 6 7 8 طلع الأعداد 3. طيب 3 ناخد منها 1 2، يبقى الناتج اللي أنا طلعته اللي أنا وقفت عنده هو ناتج صح. نيجي للي بعدها بيقول لي 37 هناخد منها 16، يعني 37 هرجع لورا 16 خطوة. نيجي من عند 37، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16، وقفنا عند رقم 21، يبقى الناتج عندي هنا 21. والمسألة رقم 9 انتوا هتشتغلوها على خط الأعداد اللي هو بيبدأ من 20 لغاية 40، وتشوفوا الناتج هتقف عند رقم كام، ونتأكد من الناتج ازاي اما اطرحها انا بدماغي من غير خط الأعداد عشان اللي انا وقفت عنده اتأكد ان هو ده اللي صح. نيجي للي بعدها خط الأعداد اللي هو بادئ من 40 لغاية 60. لو ملاحظين ان هو هنا كان بادئ من 0 لغاية 20، وهنا من 20 ل40، وهنا من 40 ل60، كل مرحلة بيزود 20 رقم. نيجي في المسألة الثالثة هيبقى نفس الكلام زي اللي عملناه برضو في المسائل اللي قبلها. البداية عندي هي رقم 52، نقف عند رقم 52. طب هيرجع كم خطوة؟ هنرجع 9 خطوات. لما نرجع 9 خطوات ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى انا وقفت هنا عند رقم 43، يبقى الناتج معايا في المسألة دي 43. وبكده احنا عرفنا نطرح ازاي ونستخدم خط الاعداد في عملية الطرح. كده وخلاص احنا تعودنا على الطرح. ان شاء الله هيبقى فيها بقى عملية الطرح دي طرح بس ما فيهوش استلاف. هناخد في الدرس اللي بعده الطرح بالاستلاف، يعني بنروح لخانة تانية ونستلف منها زي ما تعودنا قبل كده على الطرح، بس احنا لازم نعمل على خط الاعداد عشان نتعود على حركة الخطوات عشان هتاخدوها كتير في الدروس اللي جاية ان شاء الله.